يقول هل تجديد الوضوء من الإسراف أو يندب له؟ لا، يستحب تجديد الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجدد وضوءه لكل صلاة، كان يجدد الوضوء دائما صلى الله عليه وسلم. ولذا في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 فروض بوضوء واحد، فقالوا له يا رسول الله رأيناك شيئا لم تفعله، قال عمدا فعلته حتى لا يشق على الناس، لكن عادته صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، ليس من الإسراف، ليس بل هذه من السنة، الإنسان يتوضأ أو يجدد وضوءه لكل صلاة.